هذا البيت لحرمة يا أبو عبد العزيز. وانتو خليتوا حرمة ما سحرتوها بهالفريج؟ خير، شو صاير؟ مريم لازم تطلع من الفريج. تطلع وين تروح؟ بقلعت وادرين تروح. فريجنا هذا فيه ناس يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرضون بالغلط. تطلع. والله مسرع ما جيتوا تنهشون بلحمنا. احنا ننهش بلحمكم؟ شوفي انا من زمان محذر امك تبطل من هالسحور هذه اللي تسويها وتطلع من فريجنا. البيت بيت ابونا وانت جاي تطردنا منه؟ بعد طلع لك لسان انتي. انت حاج مرتك قول لها تقصر لسانها. ماني مقصره لساني وماني ساكته. ما تقولي ايش تبون؟ ها؟ ما بين بعينكم بيزات امي الله يرحمها؟ خافه والله. مريم مهي ساحره ولا راعيه طبوب. مريم طول الليل كانت بالبيت. يعني مثلا هل الديره كلهم مثلا يعني جذابه؟ ايه ساعات الناس تشوف ويتزاول لها شيء ما يكون هو. ما شاء الله حكمه. ما تعجل. اللي عارفه ان امس بالليل راحت بيت المره وسقتها والمره ولدت وظناها مات. ها قدامكم كلكم سمعتوا الكلام؟ اي نعم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا غازي صل على النبي يا ولدي. يا ابو عبد العزيز خلني اقعد مع البنات وافهم الصج. ما شاء الله ما شاء الله. شوف من اللي تشهد العقل العروس حسب لها ما عارفها. انت يا ام هويدي ام هويدي ساهره مثلهم. اللي تامر فيه عمي انا راضي. خذوها سلموها المركز ما بيها تبات هني بفريجنا. عزة هدوني هدوني لا تصدقونه. لا تصدقونه طول الليل طول الليل في البيت طول الليل في البيت طول الليل في البيت. خاف الله خاف الله من يا ابو عبد العزيز. خاف والله انا اختي. بس ان عتبتي باب البيت كسرت ريلك داخل. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. يلا زيك. غازي ولي سلمك. غازي اختي لا غازي لا غازي بس انعتبتي باب البيت كسرت ريلك.